هل يكفي عمل القلب بالاعتراف بأنه لا إله إلا الله ويكفي ذلك عن عمل الجوارح؟ لا، لابد من النطق بالشهادتين، وإلا فالمشركون يقرون لله عز وجل أنه هو الخالق الرازق المحيي المدبر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. لا بد من النطق بالشهادتين. معرفة القلب لا تكفي، قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يقرون في قرارة أنفسهم أنه رسول الله وأنه صادق، لكن الهوى حملهم على عدم الإيمان به، وكذلك الحمية لدين آبائهم وأجدادهم تحملهم على أنهم لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حمية على دين آبائهم، كما حصل لأبي طالب أنه آثر أن يبقى على دين عبد المطلب وهو الشرك حمية على دين آبائي. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان، يقول كذا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الملامة يعني لآبائه وأجداده، نعم، ومسبة آبائه وأجداده حملته على عدم الإيمان بالرسول، وهو يعرف أنه الرسول صادق في دعواه وفي رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم.